الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بفضله تتنزل الصالحات وتتنزل البركات وتدفع النقمات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كما أنت أهله. نشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان وإذعان وإقرار، شهادة تنجي من قالها خالصا من قلبه من عذاب النار. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء لا يزيغ عنها إلا هالك فاجر، أعاذني الله وإياكم من الهلاك والفجور. أما بعد، عمار بيت الله، علمنا القرآن معاشر الإخوة أن كل نعمة من نعم الله عز وجل يواجهها واجب أو يقابلها واجب. نعم الله في القرآن الكريم كما تعلمون جميعا كثيرة، ولو جئت لتعدد نعم الله عليك لما استطعت أن تحصيها. وقد قال الله عز وجل مصداقا لذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله كثيرة، لكن الله عز وجل معاشر الإخوة ألزمنا إزاء كل نعمة بواجب. أعطانا واجب المال، أوجب في المقابل الزكاة وجميع الحقوق المالية المتعلقة بالمال. أعطاك الله عز وجل الصحة فأوجب عليك من المقابل واجب، هو واجب العبادات البدنية من صلاة وصيام وحج وغيرها. كل نعمة إلا ويقابلها واجب، وكل نعمة يجب عليك أن تشكر الله عليه، وشكر الله على نعمته يكون بأداء الواجب الذي جعله الله في عنقك. الأولاد معاشر الإخوة نعمة، وهي من النعم العظيمة التي تكاد تكون كنعمة المال، بل هي أفضل، بنص القرآن الكريم في سورة الكهف عندما قال مولانا سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. في سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة الشعراء، يمتن الله عز وجل على قوم هود ويمتن على البشرية جميعا بنعمة الأبناء وبنعمة البنين والبنات، فقال: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. من النعم التي تستوجب شكر الله عليها وتقواه وطاعته واجتناب معصيته نعمة الأبناء، نعمة البنين والبنات، نعمة الأولاد. لكن ما هو الواجب الذي يقابل هذه النعمة معاشر الإخوة؟ الواجب هو التربية، الواجب هو التأديب، الواجب هو التهذيب، الواجب هو أن تنشئ ابنك الذي أنعم الله به عليك وأغدق به عليك، أن تنشئه على طاعة الله وطاعة رسوله. إن فعلت ذلك، أدبت ابنك وعلمت ابنك وربيت ابنك وهذبته ونشأته مطيعا لربه محبا لرسوله ومحبا لدينه الإسلام، فقد وفيت وأديت الأمانة، وإلا فإنك خائن غاش لله ورسوله وللمؤمنين. اسمع إلى القرآن الكريم وهو يحملني ويحملك هذه المسؤولية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. والأهل معاشر الإخوة تطلق على الزوجة والزوجات وعلى الأبناء والبنات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مطلوب منك أن تقي ابنك من النار، مطلوب منك أن تقي زوجتك من النار، مطلوب منك أن تقي بناتك من النار، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنشئة الصالحة والتربية الصالحة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التربية والتنشئة والتأديب هي من باب شكر الله على نعمة الأولاد ونعمة الأبناء. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويضع النبي هذه المسؤولية في رقاب هذه الأمة عندما قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل إنسان إلا وله مسؤولية
هو راع عنها وسيحاسبه الله عليها يوم القيامة حافظ عليها أم ضيعها. ومنها الأب يحاسب على أبنائه وبناته، هل رباهم على الإسلام؟ هل عودهم على الصلاة؟ هل عودهم على طاعة الله؟ هل علمهم توقير الكبير؟ هل علمهم رحمة الصغير؟ هل علمهم الاعتراف بالجميل للعالم والمعلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هكذا علم النبي هذه الأمة، وهكذا ينبغي للآباء أن يعلموا أبناءهم احترام الكبير وتوقير ذا الشيبة ورحمة الصغير وإجلال العالم واحترامه لا إيذائه وإهانته. هكذا ينبغي إخوة الإيمان حتى نؤدي هذه المسؤولية والأمانة أن نعلم أبناءنا وننشئهم على أخلاق الإسلام. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل الأخطر أن بعض الناس معاشر الإخوة يظن أن تربية الأبناء وتنشئة الأولاد على طاعة الله ورسوله ليست من مسؤوليته، بل يتركهم للشارع، يتركهم للرفاق والأصدقاء. فإن صادف أن ابنه أو بنته التقى أو التقت بابن صالح متربي، فينشأ هذا الابن ويتعود على الصلاح من خلال جليسه وصاحبه وصديقه وزميله. وإن صادف أن يلتقي بأبناء ليسوا مربيين وليسوا صالحين، نشأ ابنه غير صالح، فهو يترك ابنه للشارع ويتخلى عن هذه الأمانة والمسؤولية للشارع، ويترك ابنه يتربى كيفما اتفق، إن خيرا فبها وإن شرا فكذلك، الله غالب. هكذا يقول الأولياء دائما. النبي يحذر معاشر الإخوة في صحيح مسلم، يقول: ما من مسلم أو ما من عبد يسترعيه الله رعيه. الأبناء معاشر الإخوة رعية، البنات رعية، الزوجة رعية، العمال الذين تحت يديك رعية، تلاميذك في القسم رعية. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، غير ناصح، غير قائم بواجبه من التربية والتأديب مع أبنائه والتعليم، وهو غاش لرعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: وأدخله النار. عافانا الله وإياكم جميعا. معاشر الإخوة، أولياء الله الصالحين عندما نتابع سيرهم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنهم كانوا دائما يتبتلون إلى الله ويبتهلون إلى الله بأن يرزقهم الذرية الطيبة. ومنهم سيدنا إسماعيل عليه السلام. إسماعيل مدحه الله عز وجل بهذه الصفة: حرصه على صلاح أبنائه، حرصه على تأديب أبنائه، حرصه على أن ينشأ أبناؤه مطيعين لربهم عز وجل. فقال عنه القرآن الكريم ضاربا به المثل لهذه الأمة: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. كان صادق الوعد إسماعيل، الصفة البارزة فيه أو من الصفات التي حافظ القرآن ونوه بها الله سبحانه وتعالى، أنه كان رجلا لا يقول الكلمة ولا يعاهد العهد ولا يعد العبة إلا وفى بها. جاءه رجل يوما فتواعد مع سيدنا إسماعيل على أن يلتقوا في الغد في المكان المعين. تواعد مع رجل على أنهم يلتقوا في مكان ما، فجاء إسماعيل في الغد إلى المكان، وتأخر الرجل، قيل يوما وقيل ثلاثة أيام، بل قال سفيان الثوري وهو شيخ المحدثين: انتظره حولا كاملا لم يتحرك من مكانه. بل في رواية أن سيدنا إسماعيل بنى بيتا في ذلك المكان حتى يقول الله عنه إنه كان صادق الوعد. عندما ابتلي أبيه إبراهيم عليه السلام بقصة الذبح وبذبح ابنه، فجاء الأب إلى ابنه إسماعيل فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال إسماعيل: يا أبتي، وكان طفلا صغيرا، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوفى بعهده فصبر ومد رقبته بين يدي أبيه لينفذ أمر الله عز وجل. إنه كان صادق الوعد.
وكان رسولا نبيا، وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة. هذا الشاهد في الآية معاشر الإخوة، كان يحرص على تأديب أبنائه، وكان يحرص على تأديب بناته، وكان يأمرهم بالصلاة التي هي عنوان لجميع الطاعات والعبادات. الصلاة لماذا ذكرت هنا دونا عن بقية العبادات وقدمت على الزكاة؟ لأن الصلاة هي الصلة التي تقوي صلة العبد بربه، هي العبادة التي تذكرك بالله، هي العبادة التي تقوي فيك رقابة الله، هي الناهية عن الفحشاء والمنكر، هي الصلاة التي تحمل صاحبها على طاعة الله حتى وإن ارتكب معصية. جاء لرسول الله برجل صحابي كان يسرق، فقيل له: يا رسول الله إن هذا سارق وهو يصلي معك في المسجد يا رسول الله. وكانوا يريدون أن يخرجوه من المسجد أو يطردوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن صلاته ستنهى. الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، قد يرتكب الإنسان مع صلاته معصية وقد يقع في زلة، لكن الصلاة لا تنفك تحارب هذه المعاصي حتى تجعله يستقيم على القسطاس المستقيم وعلى سواء السبيل. إخوة الإيمان، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، أي رضيه الله ليكون نبيا رسولا بالصفات التي أثنى الله عليه بها في هذه الآية. سيدنا إبراهيم يدعو الله عز وجل بالولد الصالح والذرية الطيبة فيقول: رب هب لي من الصالحين، فاستجاب الله له وهبه إسماعيل الذي هذا وصفه وهذا نعته. وسيدنا زكريا دعا نفس الدعاء فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذن الذرية معاشر الإخوة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا وجدت تربية وتأديبا من العبد. إذا ربيت أبنائك وأدبت أبنائك وعودتهم على تلاوة كلام الله وعلى حفظ كلام الله، فتتحول هذه النعمة إلى نعمة كاملة، ستنال منها الخير في الدنيا، وتنال منها الخير بعد وفاتك، وتنال منها الخير يوم القيامة إن شاء الله. ولذلك مطلوب من الإنسان أن يعتني بأبنائه ويعتني ببناته، وأن يربيهم على الإسلام وعلى طاعة الله عز وجل، ويؤدبهم بآداب الإسلام حتى يكونوا له خير خلف لخير سلف. ولذلك كان الصالحون دائما يدعون بهذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكان سيدنا زكريا يقول: ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية، وأن يهدي أبناءنا ويجعلهم قرة عين لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخوة الإيمان، وأفضل ما يؤدب به الوالد ولده يؤدبه على حفظ كلام الله عز وجل، إضافة إلى الأخلاق والآداب والتربية التي ذكرنا، يؤدبه على حفظ كلام الله عز وجل. ذكرنا في مناسبة سابقة، قيل في بعض كتب التفسير أن الملائكة أطلعت على القرآن الكريم قبل خلق البشرية، فقالت كما ذكر ابن كثير في تفسيره: بعد أن أطلعها الله على القرآن قالت الملائكة: طوبى لأمة هذا كتابها، طوبى لأمة هذا كتابها، أي أمة تتشرف بهذا القرآن، إنها أمة مرحومة وأمة فضلها الله على سائر الأمم. طوبى لأمة يكون هذا كتابها، وطوبى لصدور حملت هذا القرآن. طوبى، كلمة طوبى معاشر الأخوة فسرت على أنها درجة عالية في الجنة، وفسرت لغويا على أنها كلمة تقال للتنويه والانتباه، وكلا الأمرين يفيد أن من حمل كتاب الله فقد فاز، وقد حاز الصدق، وقد حاز الدرجات العلى إن شاء الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقهوا هذه الأحاديث، فحرصوا على تعليم أبنائهم القرآن منذ الصغر. سيدنا سعد ابن أبي وقاص يأخذ ابنه مصعب أحد أبنائه
وكان طفلا صغيرا، فقال له: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يروي له حديثا سمعه مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال فيه النبي؟ قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في حديث آخر قال: إن لله أهلون منكم، إن لله أهلون منكم، أي أن لله أهل من الناس، هم أهل الله. انظر أنت أي شرف أعظم من هذا الشرف معاشر الإخوة، أن تكون من أهل الله. إن لله أهلون منكم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذه الأحاديث كان الصحابة يحفظونها وكانوا يغرون بها أبناءهم على حسن كلام الله عز وجل. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثم أخذه إلى المسجد، قال: فجلست عند سارية المسجد أتعلم القرآن وأقرأ القرآن. أحد الشعراء وهو الفرزدق، وهو شاعر معروف من شعر النقائر، هذا الشاعر الفحل الذي ظهرت سهولته ولغته وجمال بيانه في شعره، فتساءل أنت ما هو السر في هذا؟ يقول: أخذني أبي إلى علي بن أبي طالب ودخلت عليه، فتحدث مع والدي ثم قال: علمه القرآن. قال له الإمام علي: علمه القرآن في صغره، لأن حفظ القرآن في الصغر يؤتي بعد ذلك إتقانا وحفظا ويأمن عليه من النسيان، كما قالوا: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. فقال له: علمه القرآن. قال: فأبي تركني ولم يعلمني. قال: فذهبت إلى المسجد وربطت نفسي حول السارية برباط، وهو طفل صغير لكنه أدرك قيمة القرآن. قال: فربطت نفسي حول السارية، قال: وعزمت على أن لا أحل رباطي حتى أكمل كلام الله عز وجل حفظا. قال: وكانت أمي تأتيني بالطعام، وكنت أحل لأتوضأ وأصلي الصلاة حاضرة حتى أتم حفظ القرآن الكريم. إخوة الإيمان، من الصحابة من حفظ القرآن وهو صغير، حتى أن ابن عباس كان يفتخر وكان يقول وهو كبير، يفتخر بأنه أتم حفظ القرآن الكريم وهو طفل صغير، فيقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، والذهبي معروف من المحققين، يعني أنه يحقق في الرواية، قال: بلغني أو روي لي أن طفلا صغيرا عمره 4 سنوات حفظ القرآن وحفظ القرآن، فرفع إلى المأمون، إلى الخليفة العباس، لما حفظ هذا الطفل القرآن الكريم في صغره، ويدل على اهتمام السلف الصالح لحفظ القرآن الكريم للأطفال. قال: فلما حفظ القرآن رفع إلى الخليفة، إلى المأمون، لأن الناس أعجبوا به. قال: فوجده حافظا للقرآن متقنا، إلا أنه كان إذا جاء يبكي، وهذا من شدة صغره. اهتموا بحفظ القرآن الكريم معاشر الإخوة، اهتم به هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم، ولم يشغلهم عن القرآن شاغل. تجد رجال من أعلى المناصب في الدولة ولكنهم حفظوا أبناءهم القرآن بذواتهم. خذ مثلا، تجد أحد القضاة المشهور في تاريخنا الإسلامي كما يروي عنه القاضي عياض رحمة الله عليه، حكى عن قاضي كان من القضاة الزاهدين الورعين يقال له عيسى بن مسكين. هذا القاضي كان يزاول القضاء في الصباح، فإذا أتم القضاء عند العصر صلى العصر وجمع أبناءه أو بناته وبنات أخيه يعلمهن القرآن حتى أتموا حفظ القرآن الكريم. وقيادة العسكر في ذلك الزمان لم تمنحهم من حفظ القرآن وتحفيظه. وها هو فاتح الصقلية أسد بن الفرات، كانت له ابنة واحدة يقال لها أسماء، كان يعلمها القرآن ويحفظها العلم حتى بلغت درجة عالية في حفظ القرآن الكريم ونيل العلم. إخوة الإيمان، هذا الاهتمام بالقرآن وفي الصغر لماذا؟ الإجابة يجيبنا عنها الإمام السيوطي عندما تكلم عن حكمة تعليم الأطفال القرآن منذ الصغر عند الغالبية العظمى من الناس. عندما تقول له: لماذا لا تحفظ ابنك القرآن؟ يقول: القرآن يشغله عن المدرسة، القرآن يضيع عليه وقت المراجعة، القرآن يثقل كاهله فلا ينجح في المدرسة. لكن عندما نسأل السيوطي وهو خبير بالعلم وطرق التعلم،
قال إن تعليم الصبيان القرآن منذ الصغر هو أصل من أصول الإسلام، حتى يحفظ القرآن، حتى يحفظ الله القرآن هيأ له هؤلاء الأطفال وهيأ له هذه الصدور الطاهرة النقية لتكون أوعية للعلم تحمل القرآن جيلا بعد جيل حتى وصل إليه سليما غير محرف وغير مبدل وغير مزيف. إخوة الإيمان، فإذا قصرنا نحن في حفظ القرآن فلن سينقل القرآن إلى الأجيال التي تأتي بعدنا، سنكون عندها قد ضيعنا الأمانة، وأي أمانة أعظم من أمانة كلام الله عز وجل. إخوة الإيمان، ولذلك كانوا يعلمون أبناءهم القرآن، يقول الصيوطي تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام حتى يسبق إلى قلوبهم نور الحكمة، لأن القرآن كله حكمة وكله خير وكله نور وهداية، حتى يسبق إلى قلوبهم نور الحكمة قبل أن تتحكم فيها الأهواء وقبل أن تسود بأكدار المعاصي والذنوب. الطفل الصغير ما زال ورقة بيضاء، فإذا أنت حفظته القرآن وعلمته القرآن تكون قد جعلت في قلبه ما يكونه بعد ذلك عند الكبر عن الوقوع في المعاصي والانحراف. القرآن هو الإيمان، هو النور المبين، هو كتاب الهداية، هو الحبل المتين، هو نور الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نعلمه لأبنائنا. معاشر الإخوة، وقد يسأل سائل ممن لا يقدم العمل إلا بثمن، فيقول وما ثمن الثمن الذي يأخذه الوالدان إذا حفظ ابنهما أو بنتهما القرآن؟ قد يسأل واحد ما الفائدة، لأن كثير من الناس صاروا لا يتحركون إلا بفائدة، ما الفائدة من ذلك؟ هناك فوائد كثيرة. أولها معاشر الإخوة أنك إن حفظت ابنك القرآن في الصغر فأنت تجعل منه بعد ذلك ابنا بارا بك. لو تسأل أي أب تقول له ماذا تتمنى من ابنك، يقول لك أتمنى أن يكون ابني بارا بي، رحيما بي، يعاملني معاملة حسنة. فتلك غاية الأمان التي أريدها، علمه القرآن، حفظه القرآن، وسترى ذلك بأم عينيك قبل أن تموت، لأنه عندما يقرأ القرآن سيقرأ قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سيقرأ قوله تعالى في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا ووضعته وهنا وحمله وفصاله في 30 شهر في عامين، سيقرأ قوله تعالى في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها، سيقرأ الآيات التي تأمره ببر الوالدين فينشأ ضارا بك، وعندها ستجني ثمار التربية وثمار التأديب وثمار تدريسه القرآن في الصغر. إذا مت وتركت ابنك حاملا للقرآن فإن عملك لن يتوقف بموتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الناس عندما يموتون معاشر الإخوة يتوقف التسجيل لهم وعليهم، بنص الحديث إذا مات ابن آدم، وفي رواية مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الولد الذي حفظته القرآن سيكون صالحا، سيدعو لك ويترحم عليك ويقرأ القرآن ويهلك أجره وأنت في قبرك، والعطاء الإلهي يجري عليك بسبب ولدك الذي علمته القرآن. أما في الآخرة معاشر الإخوة، فأنت يا من حفظت ابنك القرآن مع موعد مع التكريم الرباني، وما أدراك ما التكريم الرباني؟ تاج وحلة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ القرآن ألبس والداه تاج من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين الحلة منهما لا تقوم لها الدنيا. فيسأل الوالدان بما كسينا هذا، بماذا ألبسنا الله هذا؟ فتقول لهم الملائكة بأخذ ابنكما، وفي رواية بأخذ ولدكما، لأن كلمة ولد أدق، تشمل الذكر وتشمل الأنثى. لا تقول والله ربي أعطاني البنات فما ينفع القرآن للبنات، لا ينفعه وينفعه. ولذلك قال بأخذ ولديك من القرآن، فأخذ القرآن إذا نعمة لك في حياة، ونعمة لك بعد وفاة، ونعمة لك بين يدي الله يوم القيامة. فاحرص أيها المسلم على أن تحفظ وعلى أن تحفظ أبناءك القرآن، فإنه والله التجارة التي لا تبور والخير الذي لا ينفذ، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته،
ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا بالسلامة رجعته، ولا عاصيا إلا تبت عنه وهديته، ولا تائبا إلا ثبتته وقبلته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما أصغرنا منها وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، وبارك لنا بما فيه من الذكر والآيات الحكيم، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة.